السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إسلام نزار، ودي السيشن بتاعة الليجل فريم ورك فور ارتفيشال انتليجنس. طبعا بعتذر عن حصل خطأ تقني، أبدأ إن التسجيل بتاع السيشن كان فيه مشكلة، فاضطرينا إن احنا نعيده مرة تانية. ده كان توضيح في البداية كده ضروري، لأن كل الناس اللي حضرت السيشن كانت عارفة إن أنا موجود في الكونفرنس، فاحنا بس قررنا إن احنا التعاون ما بيننا وما بين إدارة المؤتمر إننا نسجله مرة تانية. بداية، أنا اسمي إسلام نزار، أنا ماجستير القانون العام من جامعة اسكندرية، طبعا متخرج من جامعة القاهرة من كلية القانون من جامعة القاهرة، ومعايا ماجستير آخر في سايبر كرايم انفستيجيشنز من الجامعة البريطانية. حابب أقول إن بشكر طبعا اللجنة المنظمة للمؤتمر اللي دي تاني مرة بشارك معاهم فيها في موضوع متعلق بالقانون والتقنية، وبالتحديد المرة دي هنتكلم عن الليجل فريم ورك اوف ارتفيشال انتليجنس. ومن الضروري ان احنا نوضح ان لو هنتكلم عن التنظيم القانوني للذكاء الاصطناعي، احنا هنا مش بصدد عرض خدمة ولا عندنا سولوشنز معينة بنتكلم فيها، ولكن احنا السيشن هتبقى اغلبها برين ستورمينج، وهنحاول نلاقي كومن جراوند نقف عليها كلنا في فهمنا للكونسبت بتاع الـ AI والابلكيشنز بتاعته، وهي قادرة توصل لغاية فين، وهل احنا فعلا محتاجين لـ AI regulation ولا القوانين العامة والقواعد العامة اللي موجودة تقدر تحكم الموضوع. وعايز كل حد وهو بيفكر في التنظيم القانوني للذكاء الاصطناعي يبقى بيفكر في المجال اللي هو بيعمل فيه، سواء ليه علاقة بالسوفت وير في سايبر سيكيورتي، شركات علاقة بالفينتك والخدمات المالية، الهيلث سيكتور، وكل النطاقات اللي ممكن تبقوا تفكروا فيها. مش عايز حد ياخد الموضوع بشكل عميق على السيكتور بتاعه هو لوحده، ولكن احنا بنتكلم دلوقتي كلام عام عن الموضوع علشان نبدأ نفكر هل احنا فعلا محتاجين تنظيم قانوني للذكاء الاصطناعي من عدمه. الأجندة هتبقى إن احنا هنحاول نعمل تعريف للارتفيشال انتليجنس، التطور التاريخي للارتفيشال انتليجنس والاندستريز اللي هو داخل فيها، لو في مسؤوليات سيفل وكريمنال لايبيليتي للاي اي، وبعد كده نتكلم عن الاسكس والليجل فريم ورك الاي اي، وهل في هل في قوانين صدرت حتى هذه اللحظه منظمه لتطبيقات عمل الذكاء الاصطناعي ولا لا. في البدايه نتكلم عن الديفينيشن في ارتفيشال انتليجنس. هنا ممكن نلاقي أكتر من تعريف، أنا حاولت أختار التعريفات الـ الأبرز واللي متواجدة والناس كتير بتعتمد عليها كاقتباسات وهي بتتكلم في الـ AI. بس خلينا نناقش، لأن إحنا أنا اخترت أكتر 4 تعريفات موجودة للناس كلها. باختصار شديد، الـ AI هو إن شخص يقدر يعمل أبلكيشن أو يعمل برنامج معين، أو يقدر يستخدم الآلة في إن يخلي الآلة تقدر تفكر أو تقرر زي الإنسان أو أذكى من الإنسان. إذن الـ AI هو جهاز أو برنامج أو تطبيق معين يقدر يخلي الآلة تتخذ قرارات بشكل ذكي، أو إنها تنفذ القرارات دي بشكل ذكي مطابق أو بشكل يعلو عن اللي ممكن يقوم بيه الإنسان العادي. يمكن في أكتر من تعريف، كل في تعريفات حاول تعرف كلمة الذكاء لوحدها وكلمة الاصطناعي لوحدها. في ناس عرفت الذكاء الاصطناعي إن هو علم من علوم الكمبيوتر ودخلت فيه الفلسفة علشان يقدروا يوصلوا للآباء المؤسسين لفكرة الذكاء الاصطناعي. كانوا بيفكروا في إيه قبل ما يكتشفوا المصطلح ده. حتى لما الاستراتيجية العامة للذكاء الاصطناعي في مصر عرفته ان هو يعني مجموعة من البرامج او الحاجات اللي بتعتمد على ماشين او سيستم، وبتقدر تتخذ القرارات برضو بنفس الطريقة. ويمكن التعريف الأظرف الأخير ده، لما حد قال يا جماعة لو انت مشغل برنامج وروحت تنام ورجعت تاني يوم لقيت البرنامج اتخذ قرارات انت ما كانتش على بالك، اذا ده برنامج من برامج الذكاء الاصطناعي. فنقف من التعريفات دي كلها على ايه؟
ان الذكاء الاصطناعي هو البرنامج اللي بيفكر زي الانسان او بيأكت زي الانسان، يبقى هو بيفكر بمنطقية او بشكل شبه الانسان او اعلى منه، او بيأكت زي الانسان او بشكل اعلى منه. ايه هو التطور التاريخي للذكاء الاصطناعي؟ يمكن مصطلح الذكاء الاصطناعي بدأ معانا من سنين فاتت، أو يمكن من قرون فاتت لو جينا للمصطلح الأدق. بدأت كفكرة لما بدأ مثلا الإغريق في الجزر القديمة، اكتشفوا جاينت عملاق، أو هم ابتدعوا جاينت عملاق اسمه تالوس. تالوس ده كان هو اللي بيحمي الجزيرة من الأعداء، فهم كان عندهم مفهوم الرجل الآلي اللي ممكن يتخذ قرارات ويقدر يدافع عن المدينة بتاعتهم. ولما كمان كان في حاجة اسمها ميكانيكال تروك، ميكانيكال تروك دي كانت زي فكرة الشطرنج حاليا، ولكن هي كانت آلة بتلاعب الناس شطرنج وبتكسبهم. فكان بدأت الناس تظن إن الآلة دي ذكية للغاية، ولكن كانت المضحك في الأمر إن كانت الآلة دي جواها شخص هو اللي بيلعب شطرنج وهو اللي بيكسب الناس. فالشطرنج وتداخله، يعني الجيمنج دخل مع الاي اي من قديم الزمن كفكره اصلا قبل ما يدخل عند الانسان الطبيعي. ولكن لو احنا هنبدا نقول الاي اي بشكله الحالي بدا عند مين، هو بدا عند الان تورينج. الان تورينج هو عالم الحاسوب الانجليزي، لما عمل المقاله بتاعته في 1950، هل الالات تقدر تفكر؟ ودي برجحها لناس كتير جدا ان هي تحاول تقراها، لان فيها البدايات بتاعة فكرة الكمبيوتر والآلات ازاي ممكن تفكر او تثينك او تأكت از هيومن او بشكل اذكى من الانسان. تعريف الذكاء الاصطناعي نفسه او المصطلح ده نفسه بدأ في وركشوب في جامعة دارتموث اللي كان موجود فيها جون مكارثي، ووصلوا بعد اسبوعين من البحث عن في فكرة الكمبيوترات والماشين هل هي تقدر تفكر أو لا زي الإنسان، ما قدروش يتوصلوا إلا لكلمة الذكاء الاصطناعي أو الـ Artificial Intelligence. بدأ التطور بتاع الذكاء الاصطناعي أو الـ Artificial Intelligence من 1958، لما بعد كده بدأت الـ Lisp Language اللي ديزايند باي جون مكارسي. بعد كده بدأ هو يدخل عليها بقى فكرة أعمق من الـ O والـ 1 كلغات برمجة أو لغات بيفهمها الكمبيوتر، لما هو أعمق من ذلك إنه يقدر يفهم الأشكال والحروف اللي غير الـ O والـ 1 بشكل أو بآخر. بدأ بقى التطور يحصل بشكل كبير جدا. طبعا ممكن نلاقي حاجات أكتر بكتير من مجرد اللي إحنا الحاجات اللي أنا أشرت ليها في السلايد قدام حضراتكم، ولكن إحنا هنبدأ نقول إن هو تطور من فكرة لبعد كده للغات برمجة قدرنا نعمل بيها برامج وابليكيشنز، لبعد كده عربيات بتقدر كفكرة ان احنا نحركها بشكل فردي عن طريق الآلة نفسها وعن العربية نفسها. وبعد كده لما جاري كاسبرو اللاعب الشطرنج الروسي اتغلب من برنامج في الشطرنج، كانت هي دي في وقتها كانت حاجة قوية جدا وكبيرة جدا لغاية الشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي. ده نموذج لعربية تسلا بتحاول تكستراكت الداتا من الشارع او تكولكت داتا من مصادر مختلفة علشان تقدر تقوم بالوظيفة بتاعتها، وهي انها تتحرك بشكل فردي تماما بعيد عن الشخص اللي قائم على قيادتها. فهي في اللحظة الحالية الشخص ده مش بيقود السيارة، ولكن هي اللي بتبدأ تجمع الداتا من الشارع علشان تقدر تتخذ القرارات، هل تقف، هل تهدي، هل تسرع، هل تمشي يمين او تمشي شمال، او الى اخره من هذه النقاط. فمن البداية بدأت عندنا بالجيمز كأول تأكيد على فكرة الذكاء الاصطناعي، لحد السيلف درايفنج كارز والفيس ريكوجنيشن تكنولوجي وشات جي بي تي. الاندستريز اللي داخل فيها الذكاء الاصطناعي هي كل الاندستريز اللي داخل في حياتنا، هو من اول الموبايل اللي في ايدينا والابلكيشنز اللي موجود عليه، للجيم اندستري، للريتيل، للسبورتس، للهيلث كير، للتكنولوجي، للبانكينج اندستري، للانشورنس، كل حاجه بقى فيها ذكاء اصطناعي. اي حد عنده اي نوع من انواع البيزنس هيلاقي الذكاء الاصطناعي داخل فيه بشكل او باخر، ان ما كانش هو نفسه اللي
مونيتور، او هو اللي بيعمل بيمونيتور حاجه موجوده بالفعل كتطبيق، لا في ناس هي نفسها هي اللي بتكريت برنامج الذكاء الاصطناعي عشان يقدر يساعدهم في البيزنس بتاعهم ايا كان نوع البيزنس ده ايه. وده مهم جدا ان كلنا نبقى عندنا نفس الكونسيبت عن الذكاء الاصطناعي، علشان بعدين واحنا بنتخيل كل واحد فينا في الاندستري بتاعه يقدر يشوف المشكلات اللي بتنتج عن استخدام الذكاء الاصطناعي او التحديات اللي بتقوم على اساس الذكاء الاصطناعي، فبناء عليه يبدا يفكر بانه ايه هي المشكلات اللي ممكن تحتاج معالجه، وايه منها ليه قوانين قائمه بالفعل، وايه منها لا القوانين دي لا محتاجه ديفلوبمنت معين. نيجي للسيفل والكريمنال لايبيليتي اوف اي اي. اول حاجه انا حابب بس ان احنا نناقش انه على حسب الشكل من الاي اي اللي عندي ببدا اشوف المسؤوليات بتاعته، هل في مسؤوليات مدنيه او مسؤوليات جنائيه، هل فعلا انا بتكلم في مسؤوليه ديفلوبر لوحده، هل بتكلم في مسؤوليه خاصه بشركه بشكل عام، مسؤوليه شخص قائم على البرنامج. يعني لو حطينا في ذهننا المثال الخاص بالسيلف درايفنج كار، مين المسؤول؟ قائد السيارة ولا اللي عمل السيارة ولا اللي اشتغل عليها ولا صاحب الشركة نفسها؟ يعني لو اخترت نموذج من نماذج السيارات دي مثلا، احنا طبعا ممكن نختار اي نموذج من النماذج الابلكيشنز كلها، ولكن خلينا نختار النموذج الاكثر شيوعا. لو انا تصورت ان عندي عربية بتقدر تتحرك بسيلف درايفنج ابلكيشن، او انها عندها الاوتوبايل، او ايا كان الشكل من الحركة اللي انت ممكن تديها اكشن معين، تديها امر معين فهي تتخذ اكشن وتتحرك على اساسه، بدايه من انك تكون انت اللي بتقود السياره وهي بتركن لوحدها، او انك تديها قرار انها تتحرك لوحدها، تتحرك في بسرعه معينه وانت تدوس تعلي او توطي السرعه او تدوس فرامل او عكسه، الى المستوى المتقدم جدا انك انت تركب انت مثلا في الكرسي اللي ورا، او ان العربيه تكون بتتحرك توتالي بشكل منفرد بناء على اختياراتها نفسها. فهل المسؤوليات واحدة؟ لو احنا قررنا ان انا احاسب حد بشكل جنائي عن جريمة حدثت، ان العربية دي خبطت عربية تانية او ان العربية دي خبطت انسان، هل انا قادر ان انا احاسب كل الناس بنفس الطريقة؟ مين المسؤول الاول؟ المسؤول الشخص اللي كان قائد للسيارة، ولا المكان اللي هو اشترى منه السيارة، ولا المكان اللي عمل شكل من التطوير للابليكيشن اللي مشغل العربية نفسها؟ فمن هنا هنبدأ نلاقي بقى التحديات اللي بتقابلنا لما بنيجي نتكلم عن الليابيليتي في الاي اي سيستم. هل انا كل الحاجات عندي هي مور الليابيليتي بس، ولا في مسؤوليات قوية معينة لا لا لازم تخلي بالك من الحتة دي؟ ليه انا بقول الكلام ده؟ لان احنا هنيجي في مرحلة معينة هنتكلم في الاسكس بتاع الاي اي، ودي موجودة بالفعل واكتر من مكان نشر عن حاجات ليها علاقة بالاسكس والستاندردز واللو، لان القانون اللي يميزه عن اي حاجه من ريجوليشنز، مش عايز اقول ريجوليشنز لان بالنسبه لنا احنا كقانونيين حتى كلمه ريجوليشنز يعني قوانين، ولكن بالنسبه للساده التقنيين اللي ممكن يكونوا بيشوفوا الفيديو، ممكن الستاندردز والريجوليشنز دي تنطبق تحت حاجات كتير جدا ملهاش صفه الزاميه زي قوه القانون المتعارف عليه كده، ولكن قوانين وريجوليشنز اذا في جزاء وعقاب، اذا خالفت القوانين دي في عقوبة معينة أو في تعويض معين أنت ملتزم بيه، هنا يبقى قانون. ولكن بمجرد ما تكون ستاندردز عادية بتصدر من أي مكان مهما كانت قوة وواجهة المكان اللي بيقدمها، هي تظل في قيد في إطار القوانين، في إطار الستاندردز اللي ممكن تخالف عادي جدا. طيب هل الإسكس ممكن تتداخل ويبقى ينتج عنها بعدين قوانين؟ أه طبعا ممكن. ولكن هل الإسكس قوية ما يكفي، الاسكس بتاعت الاي اي قوية ما يكفي ان يتم الاعتماد عليها ان هي لوحدها اللي ممكن تكون شكل من الجفرنس، ان نعتمد عليها على اساسها نعمل جفرنس للاي اي؟ لا طبعا مش ممكن. طيب لما بنيجي نتكلم عن اللايبيليتي، في مسؤوليات مباشرة وفي حاجات تانية بيكون الموضوع فيها كومبلكس، في ميني هاندز دخلت في الموضوع، في الصانع والمطور والبائع والشخص اللي اشترى العربية وبيتحرك بيها هو، والبرنامج نفسه على حسب طبيعة الموضوع ده، هل تقدر تكتفي بعقوبات بس ولا ممكن لا الموضوع يتطور لسجن أشخاص لو نتج عنه مش بس إنك أنت كسرت عربية تانية، لا أنت تسببت في موت شخص وغيره. دي كلها حاجات من اللي إحنا ممكن نقدر نقول عليها عقوبات متوقعة
في إطار المسؤوليات الناتجة عن المشكلات اللي هتحصل من تطبيق الذكاء الاصطناعي أو الأبلكيشن بتاع الذكاء الاصطناعي. طبعا إحنا اخترنا شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي اللي هو متعلق بالسيلف درايفنج كار، لكن لو اتخذنا بقى، لو جينا جايين على AI سيستم، السيستم ده شغال في بنك، البنك السيستم ده بيمونيتور وبيكولكت داتا من أماكن مختلفة، وبعد كده بيتخذ قرارات على أساسها، ادي للراجل ده لون أو ما تديلوش، وافق على القرض ده أو لأ، الشخص ده متوقع إن هو يكون معانا أو لأ في البنك بكريدت عالي. لو اتخذنا الاي اي سيستم وهو بيشتغل مع قاضي، لما بيقول للقاضي طلع الشخص ده براءة او لا، اديله ادانة او لا، خلي الشخص ده يفضل محبوس على ذمة القضية او لا، ده طلعه بكفالة معينة. دي كلها من الاي اي سيستمز ابلكيشنز، من الاي اي ممكن تتخذ قرارات، والقرارات دي يبقى ينتج عنها مسؤوليات في مرحلة معينة. لو الاي اي استخدمناه عشان يفلتر سي فيز بتاعت اشخاص كتير جدا اتقدمت لجوب عندك في الانتيتي اللي انت شغال فيها، فيبدا بقى على اساس الكلام ده الاي اي يكولكت الداتا دي كلها. هل انت واخد البرميشن بتاع الناس دي كلها انك تكولكت الداتا دي وتخليها عندك؟ هل انت استخدمت الداتا دي في حته تانيه؟ هل الاي اي موديل اللي انت اشتغلت بيه عشان تفلتر الريزومز اللي اتقدمت لك دي كلها، هو بيشتغل بشكل متحيز ولا لا؟ هل هو تحيز للرجال على حساب الستات؟ تحيز للرجال اللي من اصول افريقيه على حساب اللي من اصول اسيويه، او على حساب اللي من اصول امريكيه واوروبيه؟ طبعا انا بتكلم الكلام ده كله بناء على كيسز، في كيسز حصلت في شركات من التك جاينتس ان اتهمت بانها عندها تحيز في التعيين بسبب برنامج الاي اي بتاعها، وفي برامج متعلقه بقضاء اشتغلوا وفقا لبرامج اي اي طلعوا ناس بكفاله على حساب ناس تانية برضو بنفس الكلام، ان البرنامج تحيز لناس من تحيز ضد ناس من مناطق جغرافيه معينه، ذوي خلفيه عرقيه معينه، ذوي خلفيه دينيه معينه، على حساب برامج تانية. ففكره التحيز والمشكلات اللي ممكن تنتج عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي كتيره جدا، ويمكن دي نقطه برضو من اللي هنتكلم فيها لسه قدام، ولكن فكرة اللايابيليتي نفسها بتحتاج منك انك انت تقدر توجه اصبع الاتهام لشخص واحد، او حتى توزع المسؤوليات على عدد من الاشخاص، ودي كلها من المشكلات اللي بتقابلنا لما بنحاول نقول هل في لايابيليتي للاي اي ابلكيشن ولا لا. الاسكس والليجل فريم ورك اوف اي اي اللي اتكلمنا عنها من ثواني، اتكلمنا عن التحيز وبرضه ذكرنا جزء بسيط من الداتا بروتكشن، ولسه هنتكلم برضه في النقاط دي كلها. فكره المانيبيليتنج والاكسبلويشن والضعف او الثغرات اللي ممكن تكون متعلقه باليوزرز والداتا بتاعتهم، السيستمز وهل هي سيفتي وحاصله على سكيورتي كبير ولا لا، فكرة البايس برضو قلناها، الداتا برايفسي والداتا بروتكشن، تداخله مع الكومبيتيشن لو والاي بي رايتس ولا لا، دي كلها من الحاجات اللي ممكن تكون من التحديات اللي بتواجه اي اي ابلكيشن موجود في الوقت الحالي. خلينا نتخذ امثله على اغلب الحاجات اللي ذكرناها انها من ضمن الامور اللي لازم تناقش في الاسكس والليجل فريم ورك اوف اي اي لو فكرنا نعمل تطبيق قانوني. القانون لحوكمه الذكاء الاصطناعي او ليجل فريم ورك اوف اي اي، في من ضمن الكيسز اللي شفناها الفتره اللي فاتت كانت عن تيك جاينت معين. التيك جاينت دي بتشتغل زي اي انترنت ماركتنج، انترنت ماركت اسف، والسيرفيس بروفايدرز واي حد عنده برودكت بيعرضه على الويب سايت بتاع الناس دي. كان من ضمن المشكلات ان هو بدأ يتلاعب بالكونسيومرز اللي بيدخلوا وبيشوفوا البرودكتس دي والحاجات دي كلها، بانه وقت ما بيشوف حد دخل بيسيرش عن حاجة معينة من المتعارف عليه، ان هو بيبدأ يرشح له حاجات تانية متوافقة مع نفس الكلام ده، وهو ده اللي كان بيقول ان احنا بنكولكت الداتا علشان. ولكن التلاعب بدأ لما بدأت الاشخاص لما يلاقي انك انت بتدور على شوز، ولنفترض
لمدة كبيرة قوي، يبدأ يطلع لك زي مسج صغيرة كده ان دي اخر قطعة الحقها، او يطلع لك مسج تانية انه انت عندك في خصم لمدة اسبوع، لو ما لحقتش تشتري خلال الاسبوع ده الايتم دي بعد ما كان سعرها 100 اكس هتبقى ب 200 اكس. فمن هنا هو بيتلاعب بيك، هل هو فعلا في هي دي اخر قطعة؟ لا ما كانتش اخر قطعة. هل هو فعلا عنده عامل نوع من انواع العرض لكل الاشخاص؟ لا هو مش عامل كل ده، هو عامله موجه لشخصك انت، هو مصمم الالجوريزم انها تشتغل على اساسك انت وعلى اساس البيهيفير بتاعك انت. فهو من هنا بيبدا يتلاعب باليوزرز بتوعه، ومن هنا يبدا يطلع عندنا تحدي جديد من تحديات حوكمه الاي اي، سواء اعتبرناها بقى دي من ضمن الاسكس، سواء جبناها حطيناها تحت شكل من اشكال الكونسيومر بروتكشن لوز باعتبار ان في قوانين لحمايه المستهلك. دي كلها من ضمن النقاط اللي ممكن تبقى تحديات للاي اي ابلكيشنز اللي موجوده عندنا. فكره السيفتي اند سكيورتي بتاعت الاي اي سيستمز دي كلها طبعا من ضمن المشكلات اللي ممكن تدخل تحت الاسكس شويه، وممكن تدخل تحت الليجل شويه، باعتبار ان احنا عندنا قوانين لحوكمه البيانات زي داتا بروتكشن لوز وزي الانتي سايبر كرايمز لوز. فكره البايس برضو شرحناها لتداخلها في قصه الاحكام او في الامبلويمنت، ويمكن اللي عايز يدور على التو كيسز دول ممكن يشوف الكيس بتاعت الامبلويمنت اللي كانت عن شركه امازون، وفي الحته بتاعت الجادجمنتس كان في بروجرام اسمه كامبوس بيتم استخدامه في اغلب الولايات اللي موجوده في اليونايتد ستيتس، وبيتم استخدامه بشكل كبير جدا علشان يقدر يساعد القضاة في انهم يتخذوا قراراتهم فيما يتعلق باننا نخلي الشخص ده يخرج على كفالة او لا. وتم اتهام البرنامج ده بالتحيز لان هو كان بيتحيز ضد اشخاص في اماكن محددة. طبعا التحيز اللي ممكن تعمله الالجوريزمز دي برضو اتكلمنا فيها، والديتا برايفسي، هل انت عشان تشغل اي اي ابلكيشن انت محتاج تكولكت داتا، كولكت انت جمعت الداتا دي عن طريق مين؟ هل جمعتها عن طريق الداتا سبجكت نفسه، الشخص المعني بالبيانات؟ هل الطريقه اللي وصلت لك بيها الداتا هي طريقه ليجيتمت؟ هل انت لك حق في معالجه البيانات بالشكل ده؟ هل انت كومبلاينت مع قوانين حمايه البيانات الشخصيه باي حال من الاحوال؟ هل الناس دي عندها انت واخد موافقه اصحاب البيانات دي في ان انت تعالج البيانات بتاعتهم بالشكل ده؟ البيانات اصلا وصلت لك عن طريق ايه؟ عن طريق الداتا سبجكت نفسه، ولا انت جبتها من اوبن سورس، ولا جبتها من ثيرد بارتي؟ فهتلاقي ان في مشكلات كتيرة جدا متعلقة بالتعاقدات بتاعتك، متعلقة بمدى انصياعك لقوانين حماية البيانات الشخصية اللي داخل الدولة أو خارجها، وإلى جانب فكرة الكومبيتيشن لو والقوانين حماية المنافسة، لأن في مكان معين أو تيك جاينت معينة اتخذت من بيانات الأشخاص إنها تبدأ ترشح لهم سيرفيس بروفايدرز وبرودكت بروفايدرز على حساب ناس تانية، فهي أخلت ب حقوق او حق الشركات دي في المنافسه، وانها تقدر توصل للكونسيومر والكاستمرز افضل خدمه وافضل منتج عن طريق بحث حر. لا بالعكس، هو ما كانش بيوصل لهم البحث الحر، كان بيوصل لهم بيخليهم يبحثوا بشكل حر، ولكن بيوصل لهم النتائج اللي هو عايزها انها توصل لهم. ويمكن من اكبر برضو المشكلات اللي واجهتنا الفتره اللي فاتت او الكيسز الكبيره جدا هي كانت كامبريدج اناليتيكا او فضيحه كامبريدج اللي الناس كلها اتكلمت عنها، اللي أثرت في اختيار مواطني دولة لرئيس جمهورية على رئيس جمهورية آخر. الاثنين كانوا مرشحين، ولكن استخدام البيانات بتاعت الأشخاص، البيانات الجغرافية بتاعتهم، ومن مؤيد مين ومين معارض لمين، واتخاذ البيانات دي من أحد السيرفيس بروفايدرز اللي بيقدموا عندهم سوشيال ميديا بلاتفورم، وقدروا الأشخاص متعلقين بالكامبين الانتخابية بتاعت أحد المرشحين إنه ياخد الداتا دي ويقدر يشتغل عليها ويوصل لهم إعلانات، وعلى حساب إعلانات أخرى، فأثرت بشكل كبير جدا في نتيجة الانتخابات في الدولة دي في وقتها، واختاروا مرشح على حساب مرشح تاني باستخدام البيانات دي. فده يقدر يوصل لنا أهمية الداتا بروتكشن والداتا برايفسي، وأهمية بياناتنا اللي بيتم تغذية الذكاء الاصطناعي بيها. فأنا بعتبر إن الذكاء الاصطناعي عبارة عن داتا و الجوريزم. انت بتشتغل الجوريزم دي ازاي؟ بتقدر تشتغل على الداتا دي ازاي؟
فالداتا اللي هي الوقود الاساسي لاي اي اي ابلكيشن انت عرفت تجيبها ازاي وقدرت تشتغل عليها ازاي، وهل انت رعيت القوانين ولا لا، وبعد كده اللي بينتج عن شغلك على الداتا دي ووصلته لغايه فين، كنتائج اثرت على الاشخاص ولا لا، اثرت على البيزنس او لا، كل القوانين اللي انت اللي موجوده في الوقت الحالي هل هي بقى كافيه ان احنا نقدر نشتغل ونطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ولا لا احنا في الوقت الحالي الوضع صعب ومحتاجين نعمل ريجوليشن ننظم المواضيع بشكل اعمق. طبعا كل واحد وفقا للسيكتور اللي هو شغال فيه او الاندستري اللي هو شغال فيه ممكن يبقى عنده افكار يقدر يضيفها للريجوليتورز اللي هم بيشتغلوا على فكرة حوكمة أو فكرة قوانين للذكاء الاصطناعي. هل في أي قوانين بالفعل بتنظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي؟ خلينا نقول إن مفيش أي قانون بيشتغل على حوكمة أو تدقيق الذكاء الاصطناعي في أي مكان في العالم، ولكن حتى هذه اللحظة إحنا عندنا قوانين معينة بتشتغل على تطبيقات معينة للذكاء الاصطناعي، وكل الباقي بيخضع للقواعد العامة للعدالة أو للقوانين اللي موجودة بالفعل. القوانين بنسبة كبيرة جدا اللي هي متواجدة عشان تنظم أبليكيشنز معينة من الـ AI هي بالفعل موجودة بشكل كبير قوي في الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن هي بدأت القصة بالرئيس ترامب لما اتكلم وادى executive order إنه يا جماعة إحنا محتاجين نطلع نبقى احنا اللي دايما في الصداره بالنسبه للاي اي، فتبعته بعد كده مؤسسه نيست او ناشونال انستيتيوت اوف ستاندردز اوف ستاندردز اند تكنولوجي، وهي المؤسسه القائمه او المؤسسه الوطنيه لحوكمه التكنولوجيا ووضع الستاندردز اللي الناس كلها بتشتغل عليها، هي المنوط بيها هذا العمل. اشتغلت المؤسسه وطلعت زي فريم ورك في اجزاء متعلقة بالجوانب التقنية وأجزاء أخرى متعلقة بالجوانب القانونية زي يعني فكرة الجوفرنس شوية والديتا برايفسي، وإن ما يبقاش فيه بايس في البرامج، وإن يبقى ما فيش أي ديسكريمينيشن أو غيره، والألجوريزمز لازم تكون متفسرة. ومن بعدهم بدأت تظهر بعض الولايات واللي ليها الجانب الأكبر هي ولاية كاليفورنيا، هي اللي عملت بعض القوانين المتعلقة بالالجوريزمز اكاونتابيلتي، عملت قوانين متعلقة بالذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بالفيس ريكوجنيشن اللي بيستخدم لأغراض تجارية، هي اللي بدأت تتكلم عن فكرة التتبع للأشخاص في حتة الروبوتكس بتشتغل ازاي ما بتشتغلش ازاي، الالجوريزمز دي بتعمل ايه، السوفت وير شكله ايه. نيو جيرسي برضه عملت قانون للالجوريزمز كلها بتبقى بتطالب الاشخاص ان هم يعملوا ريسك اسسمنت لكل الجوريزم بيطلعوها او لكل ابلكيشن بيطلعوه او لكيفيه عملها، وفي نفس الوقت يكونوا بيهتموا بدقه البيانات علشان يبقى المخرج النهائي منضبط وصحيح. نفس الكلام إلينويز دي ولاية برضو في الولايات المتحدة الأمريكية عملت حاجة ليها علاقة بالفيديو انترفيوز أكت، كلها تطبيقات لنقاط معينة من الـ AI، ولكن ليست بشكل عام قانون كامل متكامل بينظم عمل الذكاء الاصطناعي. يمكن لو اتكلمنا عن يعني خلينا نتجاوز النقطة بتاعة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في مصر عندنا احنا في البداية عندنا قانونين رئيسيين حاكمين لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، هما قانون حماية البيانات الشخصية وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. قانون حماية البيانات الشخصية لأن هو الأساس، هو اللي على أساسه أنت بتقدر بشكل أو بآخر تجمع الداتا أو البيانات وتقدر توفر لصاحب البيانات أو الشخص المعني بالبيانات الحق في إن هو يمارس حقوقه على بياناته، بتقدر لما يحصل له مشكلة عن طريق القانون ده يقدر هو كمان يقاضي الشركة أو يقاضي الداتا كنترولر أو الداتا بروسيسور. وفي نفس الوقت قانون 175 سنة 2018 اللي بيعاقب على جرائم تقنية المعلومات اللي بترتكب ضد الجرائم ضد السيستمز أو الابليكيشنز أو الأجهزة نفسها اللي بتشغل الذكاء الاصطناعي. ولكن بالنسبة لللايبيليتي بتاعة البرامج نفسها، حماية الملكية الفكرية الخاصة
او المنتجه عن الاي اي دي كلها ممكن تبقى تخضع للقوانين العامه اللي موجوده داخل كل دوله. حتى هذه اللحظه لم يصدر قانون واحد موحد داخل اي دوله في العالم بينظم عمل قوانين الذكاء الاصطناعي. بشكركم شكرا جزيلا، وطبعا دي الكونتاكت ديتيلز بتاعتي، اكونت لينكد ان، اي حد حابب يتواصل معايا في اي مرحله لو عنده اي استفسار او اي تساؤل. حبينا نخلي المحاضره باعتبار انها اونلاين تكون حاجه لايت وخفيفه شويه، واتمنى ان احنا نكون غطينا فيها اغلب الموضوعات والتحديات القانونيه والتقنيه. سبتها لكم انتوا، ولكن التحديات القانونيه اللي بتواجه عمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في جميع المراحل. شكرا جزيلا، واتمنى ان احنا نتقابل في اقرب وقت وعلى خير. شكرا جزيلا.